ايدي سيب بقى يا سيدي 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 اصحى بقى يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم سيدي انت فين يا سيدي من الهاتف والداعي انا يا سيدي اصحى بقى انت مين انا زوبة مش عايزين النهارده اصحى بقى يا سيدي امال العيال ناموا يا سامية انا مش ست يا سيدي انا خدمتك زوبة والنهار طلع والعيال راحوا المدرسة من بدري امال البعبع فين راحت التلفزيون هي مين في التلفزيون ست سامية وهي ست سامية بعبع يا بنت مش حضرتك اللي بتقول كده يا سيدي الله انت هتجيبيني تهمة على الصبح افرض انا بقصد واحدة تاني تاخديها انت ليه على الست يا زوبة انا قدها ولا قد لسانها اللي زي العقربة معلش يا سيدي انا غلطان عاوز انا ما اقولش للست ان انت قلت عليها لسانها زفر وزي العقربة والنبي يا سيدي خلاص جهزي لي الفطار واعملي لي كده فنجان قهوة محوج عقبال ما البس من عينيا الاثنين تسلم عينيك واحد اتنين خالتكم وحسين ثلاثة أربعة احنا المطبعة خمسة ستة خمسة ستة تلاتين الله اما افطار لذيذ بشكل بالهنا يا بيه تسلم ايدك يا زوبة هنا والشفا يا سلام سلم وفنجان قهوة محوج بس محوج على الشمال انا كنت عايزة عايزة حاجة يا زوبة؟ انا كنت ايه يا زوبة؟ عايزة ايه؟ قولي ما تكسفيش انا عايزة اشتغل في السيما يا بيه مش انت بتقولوا عايزين وجوه جديدة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ ده الممثلات مفيش اكتر منهم دول زي الهم على القلب انما الشغالات انت اللي زيك بقى هما اللي نادرين خليك انت في المحمر والمشمر يا زوبة والنبي يا بيه ده انا نفسي امثل يا بيه ده انا بعرف اعمل كل حاجة بكنس واغسل وامسح وارقص واغني معك طب استني حوريك انا عارف يا زوبة انت هتقولي لي انا عارف انك موهوبة وعندك مواهب محترمة بس فين؟ فين المنتج اللي يدي لواحدة زيك انت فرصة؟ ما بيجروش غير ورا الاسماء اللامعة انا لو معايا فلوس يا زوبة لو معايا فلوس كنت عملتلك فيلم استعراضي كسر الدنيا يا ريت يا بيه كنت عملت منك نجمة فاتنة لامعة نادرة بيه نعم ان كان على الفلوس ما تحملش هم انا محوشة قرشين محوشة كام يعني يا زوبة محوشة 16 جنيه مع الست 16 جنيه اه بس يعني يمكن الفيلم يتكلف اكتر من 16 شوية اكتر من 16 تقريبا كده يعني ولا يهمك يا بيه خد انا معايا حلق دهب اهو يجيب له النهارده بتاع 16 كمان ده انت فنجريه قوي يا زوبه يلا بقى ايوه بس يعني يا زوبه ايه تاني يا بيه هقول لك خد ادي الجنيه وربع اللي حلتي وان شاء الله ما رحت للكوفير الشهر ده اتفضل ظن بقى يعني هيبقى اكبر فيلم يا بنت شيلي فلوسك ديه ده الفيلم بيتكلف كذا الف جنيه يا لهوي كذا الف جنيه يا خساره استني يا زوبة ما تيأسيش مفيش حاجة بعيدة على ربنا أبدا صحيح والنبي يعني هيجي يوم كده واشتغل في السيما وابقى زي سميرة حسني واشتغل قصاد وحيد فهمي فيها ايه يعني وانت قال لي يعني من نفيسة جرب ولا جاكلين برعي وهم بيعوكوا دلوقتي منتجات وبيلعبوا بالفلوس لعب وما عندهمش المواهب اللي عندك انت موهوبة ومواهب ما حصلتش والنبي وهم ماشيين بيعوكوا ومعاهم فلوس هنزلك بقى لحسن اتأخرت دلوقتي عن الشغل هيسمع من بقك ربنا يا بيه الجنيه وربع يا بيه يا بيه مش حاجتك يا بيه هتديني وربع حاضر طيب وجبت كام جول؟ ده دخل فيه خمس جوال كان ده اربعه بس لا فالح المهم طب خلى عيني عندي
دايزوب. كل اللي بتحبوه عامله لكم مسقعه ورص. بس انا بقى ما بحبش المسقعه. امال بتحب ايه؟ بحب القرع واموت في القرع. من عينيا الاثنين. بكره اعمل لك صينيه قرع، بس يلا اطلعوا غيروا هدومكم عشان تتغدوا. قبل ما نتغدى لازم تقلدينا الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، الاحياء منهم والاموات، بس بشرط اوعى حد يقول لماما لا تبهدلني. ما تخافيش يا زوب. طب يلا غيروا هدومكم على ما اخلص انا. ايه يا منال البلد حمرا؟ تعالي هنا بصيت في الرقبة. ايه اللي انت عملت نفسك ده؟
سايبه البيت مقلبه وعماله تغني للولاد. معلش والنبي يا ست حقك عليا. انت مالكيش وقعتي في البيت ده خالص. اروح فين يا ست؟ ده انا ماليش غيرك. معرفش. امشي من هنا. امشي من هنا. كل دي يا حبيبتي. الميه يا دوبه. غوري من قدام، انا مش طايقه اشوف وشك بعد اللي عملتيه ده. مش كده يا ساميه، حلمك عليها شويه. البنت نفعانه ومن غيرها حلوص. ده طبيخها الواحد بياكل صبعه وراه، وانت ولا مؤاخذة ميع ما بتعرفيش تسلقي بيضه. فرحات مش هي دي الحقيقه؟ لا، والادهى من كده كمان ان ماما عايزه تطردها يا بابا. وتهون عليك يا ساميه، ما فكرتيش بعد ما تخرج من عندنا هتروح فين؟ والبنت يتيمه ملهاش حد واحنا مربينها من صغرها. يعني اسيبها قلبان البيت ولما العيال وعماله تغني لهم؟ وايه يعني يا ستي؟ بنت غاوي وما فيهاش حاجه لما تلعب العيال وتقعد تلعبهم، يعني فيها ايه؟ مش احسن ما تعمل حاجه وحشه؟ محدش مريح على كلامك ده. عشان خاطر يا سامي راضيها بكلمه حلوه. حاضر. تعالي يا اللي تشكك مع ميع تشيل السفر. دي كلمه حلوه. مع ميع يعني ايه يا بابا؟ جمع معمع. ومعمع يعني ايه يا بابا؟ معمع يعني مشتقه من معمع. والله ما احنا فاهمين حال. ولا انا فاهم، انا كمان. يا امك بتقول حاجه تتفهم؟ انس يا ست الانس، تعالي يا حلو عليا تعالي. عايز ايه؟ انا عايز احس باني صحيح الجنه حلالي. طب ونشوف البعبع جاي. راح اتحدح على الاخر. حي مالك؟ وسكي. تشرب وسكي؟ اشرب وسكي والشاي لو عايزه. ده انا حبيبتي كسبت الجايزه. جايزه ايه؟ قلبك يا حياتي. هو انا كنت احلم. ما تتحركش يا طبي المطر. في يوم قضي على قسيمه مكتوب فيها حنفي ويا نعيمه. اه يا حنفي ويا نعيمه. ما تتحركي يا بنت. لما غريبة صحيح يا اخواتك، ده انا لو ميت واحد خرش مني مش رح اسيبك. ده انت مراتي، ده انت مراتي مراتي. اه يا مراتي مراتي. سكر قوي وانت بتتكلم. ما تتحرك يا بنت. انت لو شوف الحتة دي بس يا سيدي. انت هتنكشح من قدامي ولا هما نطشني؟ صبيا وانا لا روح هفرق صبيا. يا سامية حرام عليك، صبيا تتفرج شوية، دي شايلة طول النهار. ايه ده؟ بس تعالي يا حلوة تعالي عشان تنبسطوا. ياوي على كل اوي. سلام. مش هتقوم تنام؟ لا، انا هاكل فول حراتي. خلاص خليك قاعد. عد النجوم. اعد النجوم، اعد الشجر، سيبيني في حالي. يا ساتر يا رب. شربيها انت يا شباب. نعم؟ قصدي سيبيها يعني. خلاص اخرج انت بقى. حاضر. اخرج انت. خلاص ما دام السيناريو عجبك نبتدي التصوير الجمعة الجاية إن شاء الله. هو بيني وبينك أنا ما فهمتوش، بس يمشي. على كل حال قاعدك بعد التصوير هفهمك الموضوع. أرجوك. بس تفتكر مين يلعب دور إلهام؟ الحقيقة الدور ده محيرني لحد دلوقتي، مش عارف أديه لمين. أنا شخصياً شايف فيه سميرة حسني، بنت دي دلوقتي عليها العين، وبعدين بقت نجمة، نجمة فراندا. قصدك نجمة شباك، مفيش حاجة اسمها نجمة فراندا. أنا شباك، هي فراندا عشان كبيرة. لا مفيش فراندا. أنا بعدين هفهمك. أرجوك. يبقى شوف سعاد حسني. مشغولة. نادية لطفي؟ مشغولة برضه.
هو دور البطلة صعب قوي قوي. خلاص يبقى اتكل على الله وهات عدوية. ما ينفعش عدوية. بس عدوية ده راجل دور واحدة ست يمشي حد واخد باله. لا مش حكاية مش واخد باله. ليه؟ انا بعدين هفهمك ارجوك. انا برتاح في الشغل معاك قوي عشان انت المخرج الوحيد اللي بتفهمني ومش هتلاقي حد يشغلك غيري. الله يكرمك. والان نقدم لكم الراقصة المشهورة نجمة المطبخ والسينما والتلفزيون حبيبة البلامين زوبا زكي. ما شاء الله ما شاء الله. بريئة والنبي يا بيه بريئة. ايه يا بنت المواهب دي كلها؟ صح يا بيه والنبي انا موهوبة. الا موهوبة ده انت موهوبة من كل حتة. جبت المواهب دي منين يا بنت؟ جبت المواهب دي منين يا بنت؟ كانت مدفونة يا بيه. من النهاردة لازم تظهر على وش الدنيا. يعني هتطلعني في السيما يا بيه؟ طبعا بس لازم الاول بقى امتحن مواهبك. اتفضل يا بيه امتحن. طبعا همتحن. انا معقول اشوف المواهب دي كلها وما امتحنهاش؟ اتفضل يا بيه. انا همتحنك بقى في مشهد عاطفي غرامي ملتهب. لا غرامي يا لفت. يا خراش يا فرحات يا خراشي. همتحنها ازاي دي بس؟ تعالى يا بنت وريني مواهبك يا بنت. سنتي مالها؟ بتوجعني. شوف لي اي علاج حالا. فين؟ فين 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 انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا. صحيح. افتحي بقك. يا ساتر انا مش شايف قدامي غير صفين لولي. لا ارجوك شوف لي اي علاج حالا سنتي بتوجعني. اصل انا مش حكيم اسنان. ايه امال حكيم ايه حضرتك؟ بيطري. بيطري؟ لا 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 قصدي حكيم نجوم بخرج افلام بعمل نجوم الفيلم الخام. حكيم نجوم بخرج افلام بعمل نجوم الفيلم الخام. اعرف مواهبك تلمع فين ده انا اشتهر على يد ميتين. هطلعك بينهم وحشرك عنهم. اسمع يا فرفور انا اعرف اني ببقى شيك قوي في اللبس حتى لما بلبس حاجه وحشه. عشان ما تثبتي ده باساس تفرجيني يا بنت الناس. وابتدي من فين؟ ما تعرفيش اني هخرب كل افلامك وبين ايديك هكون بالكاميرا خدامك. بتقول خدامي حضرتك؟ طيب اقرا السيناريو ورسمني عليه اللي ما
مكتوب في يتمثل معرفش احكي. بتهبب ايه؟ بس استني. انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى كتفي. اعتبري خلاص انت البطلة جنبك انا حلزق طوالي. تلزق كده ليه؟ عايز اعرف اللقطة ازاي تعمليها لي كده هو ما اعرفش. ما تعرفش ازاي؟ طب ما تعبطش. والله عارف يا فرحات اظن مفيش مسخره اكتر من كده. والله عارف بتستخفيني مع شغاله عندي وفين دي بنتي؟ لا 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 دي 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 دي, دي مش شغاله دي بنت صغيره بنربيها عشان كده كبرت فيك التربيه يا صفت الرقبه. لو النبي يا ستي ده كان بيعلمني التمثيل. ايوه فعلا انا كنت بعلمها التمثيل. انت تخلص خالص انت هتطلقتني انا؟ ايوه حاضر. وانت اتفضلي لا المسخره اللي انت لابساها دي ولما يدوبه مش عارف اشوف وشك كده تاني. يلا اتفضلي من هنا ومن هنا تاني. ربنا بس ده ماليش غير ربنا وانتم. ماليش غير ربنا وانتم. انت تسكت خالص. انت سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. انا؟ ايوه حاضر اتفضلي. انا اوتني بقول لك امشي بره. ضعنا في الامتحان الذي لا يكرم المخرج فيه ويهان.